مرحبا تلاميذي الأعزاء، كيف حالكم؟ سنتحدث اليوم عن درس جديد بعنوان ثلاث ظواهر للتفاعل الحضاري. رجاء افتحوا الكتاب واقرأوا النص قراءة جيدة. بعد القراءة أحبائي سنبدأ بالأسئلة. عين موضوع الكلام في النص ووظيفته المهيمنة. لقد عين الباحث في الفقرة الأولى التمهيدية موضوع نصه، وهو السنن التي تتبعها الحضارات في تواصلها وتفاعلها، والنتائج التي تحصل منهما. واللافت أنه يقدم السنن بالفعل لحظة، والدلالة التي يحملها هذا الفعل تختص بالعين، فنقول لحظه بالعين أي راقبه وراعاه. أما السنن التي تعني الطريقة والنهج فهي في حدها الأدنى قد تتجسد في مظهر تدركه الحواس، أما في حدها العالي فهي مسلك له نظامه وقوانينه التي لا يدركها إلا العقل. وهذا يعني أن الباحث قد زاوج السنن والظواهر، إذ إن في الظاهرة الظواهر مظهرا تدركه الحواس، وهي أيضا تحمل قانونها الخاصة الذي يجعلها تتكرر في ظروف معينة. من هنا وجوب معرفة الظواهر المتكررة في الموضوع الحضاري لمعرفة القوانين التي تحكم الحضارات في الطرق التي تسلكها عند تواصلها. إذن يسعى الباحث إلى الكشف عن القوانين التي تحكم الحضارات عندما تتواصل، ووظيفة كلامه مرجعية لتركيزه إياه على الموضوع الجاري، وتثقيفية لكون الباحث لا يكتفي بتقديم معرفة مسطحة بل يعللها متعمقا ومستخلصا قوانين التفاعل الحضاري. ما المؤشرات اللافتة الخاصة بالنمط التفسيري في هذا النص؟ في النص عدد وافر من المؤشرات التي تساعد على تعيين النمط المهيمن عليه، وهي كالآتي: أولاً، الإكثار من استخدام تعابير الشرح والتوضيح، من مثل بعبارة أخرى ونعني ومعنى ذلك أي إن إلى آخره. ثانيا، الإكثار من استخدام تعابير التعليل والسبب والاستنتاج، من مثل بسبب لسببين أولهما أما السبب الثاني ذلك أن لأن إذن لذلك إلى آخره. ثالثا، الإكثار من تعابير التعارض والاستدراك، لكن بل على أن غير أن. رابعا، هيمنة الأسلوب الخبري وضمير الشخص الغائب. خامسا، غياب أي مؤشر للأدبية وللذاتية. سادساً، هيمنة الوظيفة المرجعية والإبلاغية. سابعاً، تعيين الفرضيات في مستهل الأقسام ثم الانصراف إلى معالجتها وتعليلها. وبهذا أحبائي نكون قد وصلنا إلى نهاية القسم الأول من هذا الدرس. دمتم بخير.